استعدوا للكشف عن أسرار شخصية استثنائية في عالم الكرتون. من هذه الشخصية يا قمرة؟ إنها ريفن من كرتون أبطال التايتنز انطلقوا. تعتبر ريفن من التي تايتنز واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدا وجاذبية في عالم الرسوم المتحركة. تتميز هذه الشخصية بتفكيرها المبدع والمختلف عن الآخرين وأسلوبها الغامض الذي يضفي عليها سحر لا يقاوم. في هذا الفيديو المثير سنستكشف معكم أعمق طبقات شخصية ريفن ونكتشف الأسرار المحيطة بها. هيا بنا. ريفن اختارت بمشاعرها وعواطفها لنفسها، غالبا ما يكون لديها القليل لتقوله حول موضوعات معينة، وعندما تتحدث ريفن بأكثر من كلمة واحدة يكون ذلك عادة بصوت رتيب وباه، وغالبا ما يعتبرها الآخرون مصدر إزعاج في الفريق، ولكن تم الكشف مؤخرا في حلقة الساقين أن عباءتها هي المصدر الوحيد الذي يعطيها مزاج كئيب ومتعكر. Lady Legacies. ريفن هو عضو من أبطال التايتنز انطلقوا، وهي الشخصية المفضلة لدي في الكرتون. نعم، تعتبر قواها السحرية الرئيسية في تي تايتنز قوة ذهنية الشيطانية المورثتها من والدها تريجون رصيدا كبيرا للفريق، ولكن عندما تكون في القتال فأنها تفضل عموما الاحتفاظ بقوتها، ويتم تصوير ريفن من خلال العلاقات بين الإنسان والكيان الشيطاني. وكانت ريفن تأوي شرا مروعا داخل روحها عند ولادتها، ومن المتوقع أن تتبع خطى والدها فقد تركت البعد الجهنمي استعباد شعب الأرض. في حلقة جامب كيتي حين وجدها روبن لقد اعتقد أنها ستكون مثالية للفريق الجديد طالما كانت في الجانب الوحيد. على الرغم من أن مصيرها كان استبعاد الأرض، فقد سئمت ريفن من الاستماع إلى والدها المزعج ووافقت على تجربة فريق الأبطال الخارقين. Make some brains after those two. Raven says she has demons. Don't we all? ثم تم إكمال الفريق وأصبحت منهم، وكان قائد الفريق روبن. الآن أصبحت بطلة من أجل العدالة على الرغم من أنها ليست من هذا النوع، لأنها لا زالت قواها الشريرة بداخلها. تبدو ريفن أكثر جدية وهادئة أو لا مبالاة، وتتمتع بشخصية غريبة. شخصيتها معقدة، وقد أشار زملائها في الفريق إلى ذلك في حلقة كلورس أوف ريفن. في بعض الأحيان تمتع ريفن بضرب الآخرين عن طريقة تعمد إلحاق الألم بروبن أو الابتسام عندما يسقط من أماكن مرتفعة. على الرغم من حالتها العقلية الكئيبة، عادة يظهر أيضا أنها تتمتع بجانب ممتع خاصة مع التقدم المسلسل لتصبح أكثر معقد. إنها تحب مشاهدة الرسوم المتحركة، وهي تفضل مشاهدة هذا الكرتون، لكن لا تريد أن يعرف أحد بهذا الأمر. طبعا أنا ما أعرف إيش اسم الكرتون، اللي بيعرف اسم الكرتون يكتب في التعليقات. فكانت تخفي هذا الأمر سرا عن أصدقائها. وماذا أيضا، تحب ريفن الرقص، فقد سابقت في عدة مسابقات للرقص وفازت بها، فحقا هذه البنت مش بسيطة. هل لاحظتم تلك العلامة على جبهتها؟ نعم، إنها شقراء حمراء على شكل مأساة. عندما تتحدر إلى غضب شيطاني تشتعل ويتحول شعرها إلى اللون الأبيض، ويتحول جلدها إلى اللون الأحمر الدموي، وتنفتح عيونها الصفراء الأربع المروعة مما يجعلها تشبه والدها تريجون. قواها وقدراتها الشيطانية، لقد ورثت قدراتها هذه من والدها مما يجعلها عضوا قويا للغاية في تي تايتنز جو، ويمكنها فعل أي شيء يمكن تخيله. فقد استغرق الأمر 4 أيام لسرد جميع قواها السحرية، ومع ذلك كما هو مذكور في حلقة الرجل السحري، لقد لوحظ في الواقع أن قدرات ريفن تكاد تكون لا نهائية. مثل الطيران، تستطيع ريفن الطيران أو الطفو، تطفو معظم الأوقات بدلا من المشي. وأيضا لديها قدرة امتصاص القوى والتنقل السريع، سواء من خلال البوابة أو نقل نفسها أو الظهور الفوري، وأيضا التحريك الذهني، ويمكنها رفع أي شيء والتحكم بها من خلال خلفيتها الشيطانية. ولديها مهارات فنية تحدثنا عليها سابقا وهي الرقص، فقد كانت طوال المسلسل أظهرت لنا مواهبها في الرقص عدة مرات. وأيضا لديها موهبة نادرة، ما هذه الموهبة يا ترى؟ أكل الأسنان. أنت تتكلم جد؟ نعم يا أصدقائي، أكل الأسنان. وقد تم الإشارة في حلقة جنية الأسنان عن هذا الأمر. عندما أخذت جنية الأسنان جميع أسنان أصدقاء ريفن، فكان شرطها لإعادة أسنانهم هي مسابقة أكل الأسنان، ففازت ريفن وعادت الأسنان إلى أصدقائها.
فحقا هذا مقرف. ومن الواضح أن ريفن تكره أشياء كثيرة مثل صوت الأطفال وحتى الذهاب إلى طبيب الأسنان وأيضا إزالة غطاء رأسها دون إذنها. وهذه النقطة لاحظت أن إزالة غطاء رأسها دون إذنها تخفي شيئا سرا أو تخفي شيء غامضا لا يمكن أن أحد يعرفه. فصراحة أنا ما أعرف إيش السبب، بس أنا متأكدة أنه فيه سر لهذا الشيء. طبعا اللي بيعرف هذا الشيء اكتب لي في التعليقات وراح أثبت تعليقه في هذا الفيديو إن شاء الله. أوكي، أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. أعرف إنه قصير بس حاولت إني أطور من الفيديو أكثر، لازم يكون منتجة أكثر والصوت يكون أوضح. فأنتوا أخبروني هل الصوت هذا أوضح وأتابع عليه في جميع الفيديوهات، وكمان إن الدعم هذه المرة في قناتي في الفيديوهات الأخيرة الذي نزلتها كان ضعيف جدا، ما أدري إيش السبب، لإني كنت أحصل على كل فيديو 1000 مشاهدة، فما أدري إيش السبب اللي خلى قناتي هيك تنزل فجأة، يمكن رمضان أو هيك. المهم إذا عجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناة، إذا أنت مش مشترك طبعا، وكمان اضغط لايك، ويب سلام.